ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا مواليد برج العذراء. مواليد برج العذراء النهاردة ان شاء الله معادنا مع القراية العامة بتاعتكم لشهر 10، شهر اكتوبر. بسم الله، يلا نشوف احوالك واحوال شريكك والامور الفترة اللي الجاية دي ان شاء الله هتمشي ازاي، الطاقة بتاعتك ايه، وكمان طاقة شريكك. القراية دي هتكون قراية عامة عن الشهر كله وطاقتها مفتوحة لنهاية الشهر ان شاء الله. هتكون عن المال والعمل والصحة والدراسة والعاطفة. بسم الله، يلا نشوف الطاقة بتاعتك وطاقة شريكك. يلا حطوا الطاقة بتاعتكو. نيتي اسحب اول كارت لطاقة مواليد برج العذراء. بسم الله، اوكي، مواليد برج العذراء، وكأن الطاقة دي خلينا نقول هي طاقة إيجاد الكنز. ويعني إيه كنز؟ أو إيه الكارت ده معناه إيه بالظبط؟ الكارت ده بكل بساطة بيقول لي إنه طاقة برج العذراء الفترة دي، أو يعني كأنه الأمور حواليك، أو أنت كأنك على جزيرة الكنز اللي هو قانون الجاذبية. هو ده الكنز الحقيقي، قانون الجاذبية. ازاي تجذب لنفسك الحاجة اللي انت عايزها؟ ازاي ان انت تخلي الاحلام بتاعتك تبقى حقيقة وتؤتي ثمار التعب اللي انت تعبته والحاجة اللي انت عايزها؟ ازاي الافكار بتاعتك تبقى ايجابية؟ ازاي تبقى امورك فيها وفرة ويبقى عندك مكاسب مالية؟ وازاي ان انت تجذب لنفسك الحظ السعيد؟ كأنك اشتغلت وتعبت وصبرت ونفسك بقى يعني تتعوض عن كل اللي حصل او كل التعب اللي انت تعبته. انت حققت نجاحات كبيرة، وكأنه في الفترة اللي جاية فوز بجائزة كبيرة في حياتك، في حاجة ربنا يعوضك بيها. بتستغل الفترة اللي جاية إمكانياتك الغير محدودة، عندك فرص ذهبية جواك بتخرج وبتقدر ان انت تستفيد منها، وبتزود قدراتك وبتحدد الحاجة اللي انت عايزها. وشايفة كمان امورك اللي جاية كلها بتكون واضحة، على الرغم من ان في بعض الامور مش واضحة قوي او مش واضحة بسهولة قدامك، الا ان اغلبية الامور هتبقى واضحة. خليك واثق في نفسك، في احساسك، في حدسك. الطريق قدامك هينور وهتدخل في مرحلة حلوة قوي قوي من مراحل الازدهار. كمان الامور عندك الفترة اللي جاية بتمشي لصالحك، والتعب اللي انت تعبته بتتعوض عنه الفترة اللي جاية. حظك بيبقى حلو قوي، بتستمتع بحياتك، بتشارك نجاحك مع اصحابك، مع قرايبك، مع احبابك، والامور الحلوة بتتضاعف عندك الفترة اللي جاية دي يا برج العذراء ان شاء الله. فخليك واثق في نجاحاتك، في افكارك، في ان انت توصل للاهداف اللي انت عايزها. امورك بتتحقق، الحاجات والامور اللي انت زرعتها في الماضي هتبدأ تحصدها الفترة اللي جاية. احلامك وتطلعاتك هتبقى حقيقة، وكأنه ده الوقت المناسب للامور بتاعتك تزدهر، وان انت الفترة الجاية عندك حتة الكرم والامتنان زيادة حبتين، وده بيعود عليك بالنجاح وبالفرح وبتقرب ناس كتير ليك، وكأنك ماشي على الطريق الصح. عندك أفكار، عندك معتقدات
جديدة في حياتك هتوصلك لنفسك ان انت توصل لها، بتعبر عن نفسك حلوة قوي، بتنجح وبتاخد الحاجة اللي انت عايزها وبتوصل بسرعة. عاطفيا كأن العلاقة بتاعتك هي الكنز، كأنه بيتوفر لك اكتر حاجات انت عايزها، بغض النظر عن يعني المدة اللي قضيتها مع الشريك، لكن انتوا الاتنين بتكتشفوا عن بعض حاجات كانت مخفية. يعني انت بتكتشف فيه مثلا ان هو عنده صفات حلوة ما كانتش ظاهرة لك، وهو كمان بيكتشف فيك صفات حلوة الفترة اللي جاية. شايفة الرومانسية بتزدهر قوي، و بتوصلوا لنقطة تفاهم، وكل حاجة فيها محبة ومودة بينكم. شايفة في شراكة حلوة بينك وبين الشخص اللي انت بتحبه او الشريك او الحبيب او الزوج. شايفة الشخص ده كأنه بيجيب لك هدية او بيهديك بحاجة. شايفة قلبك مفتوح للحب وللرومانسية، وكأنك بتحتفل مع الشريك بمناسبة حلوة الفترة اللي جاية دي ان شاء الله يا برج العذراء. طيب لو انتوا عزاب، فانا شايفة بقى انه هيدخل حياتك شخص كأنه كنز دخل حياتك، شخص مطيع، شخص محب ليك، شخص جاد، شخص هيبقى حابب انه الفترة اللي جاية امورك تبقى افضل. طب دي الطاقة بتاعتك. تعالى بقى نشوف طاقة الشريك للناس اللي عندهم شريك في حياته. بسم الله. mending طاقة البناء، وكأنه الشخص ده خلينا نقول بيبني حاجة، بيعمل حاجة، حاجة معينة عايز يوصل لها، أو طاقة الإصلاح. هي طاقة الإصلاح أكتر. mending طاقة التسامح، طاقة الشفاء. الشخص ده في طاقة تسامح وطاقة شفاء، وكأن الشخص ده في كل مرة كان بيتأذى فيها كان بيسمح للأمور إنها تعدي وتمر، ولكن كان من جواه بيراكم مع عبء يعني غير مرغوب فيه، حاجة مش حاببها، حاجة مش عايزها، بيحس إنه مقيد ومحتاج لعلاج من ألم الذكريات، ألم الماضي، صدى الماضي لسه في دماغ الشخص ده. كان مستاء جدا، وكأنه مرت عليه أمور مرارا وتكرارا زي ما بنقول كده، بس جه الوقت انه يصلح الخلافات اللي في حياته، وانه يضمد الجراح بتاعت الماضي ويتخلى عن اي أذى قديم كان في حياته علشان يرجع يستعيد قوته تاني. وكأن جه الوقت ان الشخص ده يعني يتسامح فيه ويفرج عن حياته، ويبقى فيها سلام، يبقى فيها محبة، وإنه يبقى فيها إيه، خلينا نقول تعويض عن الناس اللي أذوه، وإنه يحرر نفسه من العلاقة دي أو من الأمور اللي كانت صعبة في حياته مقيداه ومربطاه في الماضي. كأن الشخص ده كان في مطاردة مع ذكريات السيئة، وده خلاه الفترة اللي فاتت دي كلها فقد الرؤية بتاعته، ان هو يبص الامور بازدهار، او يبص الامور بحب وبحياة جديدة، ويبص الحاجة كأنها فيها خسارة وكأنها فيها فشل. ولكن لا خلاص، يعني كان الفترة اللي فاتت دي متضايق وتعبان، جه الوقت انه يتسامح فيه مع نفسه ومع الناس حواليه، يعني يحس كده ان الامور خلاص بقت متظبطة عاطفيا، كأنه وصل لمكان بقى خلاص لازم يسامح، ضروري انه يسامح وينسى الماضي ويكمل. يعني لو انت والشخص ده كنتوا منفصلين، ف كأنه انتوا الاتنين تعبانين من الاثار الماضي، من الاذى، يعني اثار الاذى اللي كانت في الماضي مأثرة عليه وعليك. وحتى لو هو ما كانش عارف انه الحاجة دي هي اللي ضايقته، بس هي مجرد انه الحاجة دي مرت ففكرته بدقيقة، فهنا الطاقة محتاجة المسح،
عنده وعندك. فهو هيعمل ايه؟ هيحاول يسد الفجوة دي وينسى الماضي، لانه كون انه يقفل قلبه مش حل، بالعكس هو عنده القدرة الفترة اللي جاية دي انه يعني خلينا نقول يلقم جراح الماضي ويسأل نفسه الحب هيعمل لي ايه في حياتي. هنا الكارت بيقول له انه الخير هيجي لك، ومش يعني هيجي لك بان انت بالتسامح بالتعويض الصادق، ان انت تسامح الناس اللي اذوك في الماضي وتبدأ من جديد. فلو انتوا كنتوا في مشكلة، فالراجل الشخص ده يعني هينسى وهيسامح، وكأنكم انتوا الاتنين بتبدأوا بداية جديدة وبتعيشوا حياة جديدة، انتوا الاتنين بتخرجوا فيها من ذكريات الماضي. وهو بالذات هيبقى حاول يصلح الماضي، وهتلاقيه راجع يصالحك او راجع عايز يبدأ معاك بدايات جديدة وتنسوا فيها جراح الماضي ويفتح قلبه ليك من اول وجديد. طيب خلينا نشوف الكروت بتاعت الطاقة هتقول لنا ايه، او كروت التارت هتقول لنا ايه. بسم الله. نشوف أحوال برج العذراء شهر أكتوبر. بسم الله. من مال وعمل وصحة ودراسة وعاطفة بالتفصيل خلال شهر أكتوبر. بسم الله. اوكي خلينا نشوف العمل والمال والصحة الأول، بعدين نتكلم عن العاطفة. عمليا أنا شايفة في عندك الأمور مش متوازنة شوية عند البعض، مش كل برج العذراء، عند البعض، وحاسس بمسؤولية كبيرة في الشغل، وكأن الأمور ضغطة عليك شوية، وكأن الأمور ماشية ببطء، ولكن أنت في الآخر المنتصر. يعني رغم إن شايفة البعض منكم عنده شوية توترات، أو عندك طرف تالت في الشغل مضايقك أو مأزمك، إلا إنه أنت منتصر، وفي النهاية بتحصل على التوازن في شغلك أو في علاقتك بالعمل بتاعك. وشايفة كمان إنه في فرصة حلوة في مكان عملك لترقية لمنصب جديد، بتتنقل قسم جديد أو بتروح من مكان لمكان، لكن شايفاك منتصر يا برج العذراء. شايفة كمان عندك بدايات جديدة في الشغل بتاعك، و يعني الأمور بتمشي على ما يرام رغم الضغوط والمسؤولية اللي عليك، إلا إنه أنا شايفة إنه الأمور بتمشي في الاتجاه الصح. كمان البعض منكم كأنه عندك يعني سفر، أو بتروح من مكان لمكان، في اكتشاف أمور عندك، و حاجة خاصة بالشغل برضو، ولكن برضو شايفة في مكالمة أو رسالة جاية لك من حد في العمل في سكة سفر خاصة بالشغل. لو انتوا حد بيدور على فرصة عمل أو بيدور على شغل جديد، شايفة عندكم بدايات جديدة وبدايات حلوة لصالحكم، وشايفاكم كمان يعني بتروحوا المكان او الشغل الجديد مرتاحين فيه. في خبر سعيد يخص الشغل ان شاء الله جايلك، خبر ترقية زي ما قلتلكو، و في بدايات جديدة في مكان جديد كمان ان شاء الله. ماديا شايفة الامور مأزمة معاك شوية،
ماسك على الفلوس شوية، بس ده مش بخل منك، ده عشان الظروف المادية، يعني كأنك محتاج مبلغ او محتاج مساعدة، فيا اما انت بتساعد حد او حد بيساعدك بمبلغ مالي. يا برج العذراء، دراسيا شايفة الدراسة ماشية حلوة قوي على ما يرام، حد بيساعدك في المذاكرة، بتاخد كورس معين، بتتعلم حاجة معينة، ولكن شايفة الأمور حلوة رغم إنه في شوية ضغوط في المذاكرة، إلا إن الأمور بتمشي على ما يرام إن شاء الله. صحيا بقى، البعض من مواليد برج العذراء كأنه عندك مشكلة يعني في القلب، أو يعني خلينا نقول الظهر كمان عندك فيه مشكلة، فيعني حاول ان انت تكشف، ولكن هي حاجة عارضة، مش يعني مش حاجة تخوف، ولكن محتاج شوية اهتمام بصحتك شوية. حاول تهدي، حاول تقلل التوتر، لان التوتر هو اللي بيعمل لك الاضطراب ده كله، وبيحسسك بالتعب الصحي رغم انه كله نفسي. عندك كمان اوراق قانونيه بتخلص لصالحك، اوراق في محكمه او اوراق حكوميه بتنتهي لصالح مواليد برج العذراء. شايفه في عندك امر شاغل بالك وبتفكر كتير فيه، وكانه يعني في النهايه هتاخد قرار بحكمه وهتتصرف بكل هدوء وتختار الاتجاه او الحاجه الصح ان شاء الله يا برج العذراء. عندكم ان شاء الله بدايات جديدة والامور بتمشي يعني لصالحكم على كل الاصعدة، ولكن خدوا بالكم ما تخلوش حاجة يعني تضايقكم او يعني تتعبكم نفسيا، لانه التعب الجسدي ده من النفسية، انتوا ما عندكوش حاجة بس بتقعدوا تفكروا كتير، والتفكير هو اللي عامل لكم التوتر ده، يعني طول ما انتوا بتفكروا فمش هتبقوا عارفين ان تقعدوا مرتاحين. فما تخليش التفكير او كتر المسؤوليات اللي هي فوق دماغك تضايقك. انت يعني مستحمل كتير وعندك حاجات كتير في المستقبل بتفكر فيها، عندك اعباء في حياتك بتفكر ازاي ان انت تتجنبها او ازاي ان انت تحلها، ومش عارف الفترة دي، بس يعني هتحصل على حاجة تريحك نفسيا وتنتصر فيها في النهاية، وهتلاقي نفسك ايه، خلينا نقول بتوصل للحاجة اللي انت عايزها، وظيفة جديدة قدامك، سفر قدامك، بدايات جديد قدامك، يعني عندك حاجات كتير حلوة الفترة اللي جاية، في بدايات جديدة. البعض منكم كمان في مشروع، يا جماعة في مشروع عايز تبدأه، ابدأ، الطاقة بتاعتك حلوة الفترة دي. وبصوا كده الاس فوندز، بداية مشروع حلوة، او في فكرة معينة في دماغك عايز تنفذها، نفذها، الوقت مناسب، والوقت مناسب للسفر وللي انت تتنقل من مكان لمكان، فما تخليش حاجة توقفك، لأنه الطاقة بتاعتك حلوة. كمان عندك حركة، عندك مغامرة في حياتك، بتتحرك من مكان لمكان، وعندك حظ سعيد الفترة اللي جاية دي. بصوا كده الثري فونز، التلات عصي، بيقولك انه حظك اللي جاي حلو، عندك مشاريع جديدة وهتبقى مزدهرة، بعض منكم عندكم يعني نشاط كتير الفترة اللي جاية، انت مستعد لده، في مكالمة او رسالة من شخص او حد هيجي يزورك، وفي رحلة كأنك هتطلع رحلة قريب، بتخطط تطلع مكان او تسافر في مكان، سواء عمل او دراسة، في تواصل حلو بينك وبين الناس اللي حواليك. كمان كأنك بتتعلم حرفة أو بتلعب رياضة، بتتعلم حاجة جديدة، الأشخاص حواليك في انجذاب بينك وبينهم فبيساعدوك،
عندك ثقة بنفسك وناس حواليك معجبة بيك وشايفة الفترة الجاية ان انت محافظ على التوازن في حياتك، وعندك صبر كبير، وعندك وقت كمان بتخصصه لأصحابك او لخططك المستقبلية. ما شاء الله، يعني الامور حلوة قوي الفترة اللي جاية دي، فما تخليش حاجة يعني توقفك او تعطلك. عندك نصرة في حياتك، ست صولجانات السكس اوف وونز، عندك نصرة في حياتك ونجاح، بتعطي ثمار عمل او شغل تعبت فيه سنين او فترة، وظيفة، مشروع، ترقية، بتمضي عقد جديد لحاجة معينة، حاجة قانونية كانت متعلقة هتنتهي لصالحك، وهتشوف ان انا قلتلك الكلام ده صح. استمتع بوقتك الفترة اللي جاية، ما تخافش ان انت تشارك انجازاتك، هتلاقي ناس كتير بتدعمك وبتشجعك الفترة اللي جاية، كأنك بتوصل لمرحلة المجد، المرحلة اللي نفسك فيها. راضي عن نفسك بغض النظر عن اي حاجة تانية حواليك، بس انت راضي عن نفسك، راضي عن علاقاتك الفترة اللي جاية. بتتعلم حاجة، بتاخد قرار في حاجة معينة، ماشي على الطريق الصح، انت ماشي على الطريق الصح الفترة اللي جاية. اخبار خاصة بسفر هتجيلك، هتجيلك يعني. بصوا كده ال 8 of wands ده كارت ايجابي جدا، وبيقول لي انه في برضو حد هيكلمك، ولو انت بقالك فترة امر معين متعلق معاك، فلا هتلاقي رد قريب او اخبار قريبة هتجيلك، والامور هتتحرك بسرعة لقدام. بس انت خليك مستعد للتحول اللي هيحصل في حياتك، في احداث سريعة هتمر في حياتك الفترة الجاية، طاقتها حلوة وطاقتها ايجابية. حدد اولوياتك بحكمة كبيرة، وفي اخبار حلوة هتجيلك، اخبار حلوة هتجيلك كمان. خليني اقول لكم انه الفترة اللي جاية كلها ايجابية، رغم المسؤوليات، رغم التعب، رغم العبء، لكن الأمور بتمشي، وكأنك بتفوض حد يساعدك في حاجة معينة، بس الأمور بتاخد منحنى تاني وبتبقى لصالحك. طيب عاطفيا بقى، عاطفيا عندك بدايات جديدة في الحب، لو كنت عزاب في شخص جديد، الشخص ده جايلك منه مكالمة أو رسالة. خلينا اقول في طرف تالت مبطأ في العلاقة شوية، مش شرط ان يكون الطرف التالت ده حبيب عند الشخص ده، لا ممكن يكون حد من العيلة، مخليين العلاقة ماشية ببطء، ولكن رغم وجود التوترات الا انها خفيفة وبتعدي، في ارتباط ان شاء الله، سواء للعزاب او المنفصلين. في شخص بيفكر فيك كتير جدا جدا، والطاقة بتاعته كارت يعني طاقة الزلافر، بصوا كده كارت الزلافر، طاقة العشاق، حد بيعشقك جدا، بيحبك جدا، بيفكر فيك، وفي خبر سعيد جالك من ناحيته، وممكن تكونوا انتوا الاتنين هتروحوا سفرية مع بعض، في مكالمة او رسالة جالك من الشخص ده قريب جدا، فيها نصرة، فيها ارتباط، اكتمال علاقة عاطفية ان شاء الله، فيها بدايات جديدة. بس خليك حكيم في التصرفات بتاعتك، وما تخليش حاجة تقف قدامك، فحاول ان انت يعني ما تخليش حاجة تأثر عليك، وركز في اللي جاي انت والشريك، لانه الشخص ده بيحبك فعلا، وفي خبر سعيد جايلك من ناحية العاطفة يا برج العذراء، ولكن لازم تتصرف فيه بحكمة، يعني خليك حكيم واوزن الأمور، والأمور كلها هتمشي لصالحك الفترة الجاية إن شاء الله. طيب خدوا بالكو، ممكن يعني يحصل سوء تفاهم، يعمل خلينا نقول توتر شوية في العلاقة،
فعشان كده بقول لكم خليكم حكماء واتعاملوا بحكمة اكتر، متخلوش حاجة تأثر على العلاقة بينكم. نشوف كروت الرومانس هتقول لنا ايه، وناخد كده نصايح الرومانس. بسم الله. عندك محادثة وكلام من القلب للقلب يا برج العذراء مع الحبيب، شخص هيتكلم معاك في مشاعره وانت هتتكلم معاه في مشاعرك، وكل واحد فيكو هيتكلم بصدق عن الحياة العاطفية، كأنكو بتتفاهموا او كل واحد بيخرج اللي في قلبه للتاني. هيكون في تواصل صادق بينكو، في رومانسية حلوة، وفي مشاعر كان كل واحد فيكو خفيها عن التاني فهتبدأ تظهر. شايفة الأمور بتتعالج بينكم انتوا الاتنين، وبتتكلموا كلام مريح، وبتبدأوا تفكوا أي سوء تفاهم بينكم بتحلوه. شايفة في كمان لو انتوا بينكم وبين بعض سفر أو مسافة، في مكالمة جاية لك منه أو اتصال عبر الإنترنت، وهيكون في كل الأحوال في تواصل بينكم، يا اما مع بعض او في طرف ثالث محايد بينكم انتوا الاثنين بيحاول، يعني لو انتوا في مشكلة بينكم فحد هيحاول يقرب بينكم. في مناقشة حلوة هتنتهوا منها على يعني رضا الطرفين ليك وليه، وبتعبر عن مشاعرك بكل اريحية. في فرصة حلوة بينك وبين شريك حياتك، والكروت بتنصحك هنا وبتقول لك قول اللي في قلبك للشريك بدل ما انت بتعاني في صمت، يعني اتكلم وقول اللي جواك بدل ما انت بتعاني وانت ساكت كده وهو مش حاسس بيك ومش عارف ايه اللي جواك. فانت لازم تفكر كويس قوي وتبدأ يعني تتكلم مع الشريك. الكارت التاني بيقول لك علاقتك بالماضي، يعني لو كان في علاقة في الماضي كانت مضايقاك او هي العلاقة دي كانت مضايقاك، لازم تسامح الشخص ده علشان تعرف تبدأ بدايات جديدة. وانت هتقابل توأم روحك او شريك روحك، هتحسوا يعني بينكم وبين بعض كده هتحسوا بالرومانسية، وكأنه في كيميا بينكم انتوا الاتنين، او مغناطيس هيجذبك انت والشخص ده، والشراكة دي او الحب ده اللي هيدخل حياتكم اذا كنتوا عزاب يعني في الفترة الحالية أو انفصلتوا عن حد. فالعلاقة الجديدة هيكون فيها شفاء وهيكون فيها تأقلم بينك وبين الشخص ده، سواء كان الشخص ده توأم روحك أو حد، يعني سواء انت قابلته أو لسه هتقابله، انت اتعلمت من الدروس اللي فاتت خلاص في حياتك، وانسى بقى الماضي وركز في الحاضر، وانت هتلاقي إجابات لكل حاجة انت كنت بتدور عليها. يعني لو كان في دماغك او في حياتك اسئلة فانت هتبدأ يعني تحصل عليها، وهتبدأ تعرف اجابة كل حاجة انت كنت بتدور عليها الفترة اللي فاتت دي. الكارت التالت بيقول لك اقطع الاتصال بكل حاجة تضايقك، وتراجع عن اي حد يضايقك في حياتك. لو حابب تقعد شوية لوحدك اقعد شوية لوحدك، ويعني ورتب افكارك واسمع لمشاعرك وشوف انت عايز تعمل ايه، وكأنك بتدي نفسك اجازة من اي حاجة بتضايقك علشان ترجع تفكر تاني وتعيد النظر في حياتك، وتبدأ تركز في حياتك العاطفية من اول وجديد يا برج العذراء. طيب تعالوا نشوف الكروت الخاصة بأسئلة الملائكة. بسم الله. نشوف كده، اسحب لك 3 كروت. بسم الله. الكارت التالت
كارت بيقول لك خليك إيجابي وحافظ على التفاؤل بتاعك، وحاول ان انت توصل للحاجة اللي انت عايزها، وخليك محافظ على سلوكك الحلو وعلى احلامك اللي انت عايز توصل لها، حتى لو الامر هياخد معاك وقت لكن هتحصل على اللي انت عايزه. ما تسمحش لنفسك ان انت تفقد الامل في احلامك وتقول انها بعيدة المنال، بالعكس الحاجة اللي انت بتتمناها واللي انت عايزها ان شاء الله هتتحقق. على ما يبدو كمان انه في سؤال في دماغك يا برج العذراء، بتفكر او بتسأل الشخص اللي في دماغك ده هو اللي عليه القراية، او هو ده اللي في دماغي، او الشخص ده بيحبني، او الشخص ده عايزني. فالإجابة بتقول لك يس او بتقول لك نعم، الشخص ده بيحبك. وفي نفس الوقت انت خليك شجاع، القرار اللي انت اخدته في حياتك ايا كان هو القرار الصح. انت مش محتاج ان انت يعني تعمل حاجة معينة علشان توصل، لان انت كل حاجة عملتها هتوصلك للطريق الصح. انت كل اللي عليك تمشي لقدام في خطتك، والقرارات اللي انت خدتها قرارات صحيحة، وما تخليش حاجة تقف في طريقك تتحدى خططك. و حب نفسك وحب حياتك، واطلب من ربنا انه يكون معاك في كل خطوة على الطريق اللي انت بتمشيه. ولو احتجت حاجة ما تترددش ان انت تتصل باصحابك او بحد من عيلتك علشان تحصل على الدعم او المساعدة منهم، بس حد تكون بتثق فيه تطلب منه المساعدة، وهتلاقيه ان شاء الله بيساعدك، وهتلاقي الامور كلها على ما يرام. طيب لو احنا بنقول الامور عندك هتستقر امتى، ترتاح امتى، فخلينا اقول لك كل اللي انت عايزه هيحصل خلال السنة دي ان شاء الله، او الفترة القليلة دي. وخليك متفائل، وخليك مستعد للتغيرات الحلوة الايجابية اللي هتكون في حياتك، و يعني ركز على تفكيرك الايجابي، وخليك دايما بتفكر في الحاجات اللي توصلك للحاجة اللي انت عايزها. حبايبي برج العذراء، دي كانت قرايتكم، اتمنى يا رب القراية تكون عجبتكم. ولو سمحتوا ما تنسوش، لو كنت حد جديد معايا في القناة اضغطوا لايك وشير سبسكرايب علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار، واللايك والشير علشان كل مواليد برج العذراء يشوفوا الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد يا برج العذراء.